ما أجمله قلب يحمل هم أخي، في العسر له يسر، في الحزن يواسي. كن عونا للناس دوما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مع الإخوة المحاضرين والحضور والتعرف على الفرق عن المحاضرات والمواضيع المقدمة في محاضرات العمل تحت عنوان حياة تركيز الفريم ورك والانطباعات المختلفة عن اليوم. هنبدأ حوارنا إن شاء الله مع المهندس خالد عبد الفتاح، عضو هيئة المكتب وأمين عام جمعية المهندسين المصريين بالشقيقة المملكة العربية السعودية، على عنش اليوم التقني هاو تو جيت انترفيو مونستر، السبت 3 ديسمبر 2016، الذي تنظمه شعبة تقنية المعلومات بجمعية المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية. يسعدنا أن نلتقي بالمهندس خالد عبد الفتاح أمين عام الجمعية وعضو مجلس الإدارة. بداية نرحب بحضرتك ونود نعرف انطباع حضرتك عن اليوم التقني الجديد. أولا أشكرك على اللقاء ده، ثانيا أنا بشكر خلالك شعبة تقنية المعلومات على المجهود الكبير ده، يعني ابتداء من تابع لآخر واحد من الجنود المجهولين اللي مش ظاهرين في السوق. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه موضوع حساس جدا، هو اتكلمت على محورين، لسه المحور الثالث. المحور الأولاني اللي هو يعني تقديم نفسك، دي عملية مش من ثقافتنا احنا مصريين، كلنا عندنا ضعف في النقطة دي رغم الكفاءة الفنية العالية لمعظم المهندسين المصريين هكذا بلا استثناء. ازاي كتابة السي في هي ابراز نقاط القوة اللي عندك، وازاي تقنع اللي قدامك بيها، دي برضه مهارة احنا محتاجينها. الحاجة الثالثة اللي احنا ما اتكلمناش عليها اللي هي سيل نيجوشيشن، هي ازاي نتكلم على نحدد الراتب. لازم يكون عندك قدرة على تقويم نفسك، انك تقدم تقول انا استحق هذا الراتب، تقدم مبررات واللي قدامك يكون يعني ممتنع المبررات ده، فبالتالي يقبل اللي انت قدمته. الموضوع جميل وان شاء الله احنا من خلاله فتح نفسنا في الجمعية. فكلمت من احد الاخوة المختصين الدكتور حسن السهاب اخونا ان احنا نجهز دورات تكميليه للموضوع اللي انتم بتتكلموا عليه، لان الموضوع ده شائك وشيق ومهم. مهم مش حاليا، دائما احنا لازم نربي ولادنا على انه يعرف يتكلم عن نفسه بثقه، دي النقطه المهمه جدا. السبب حضرتك أمين عام جمعية المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية، ما هي الأدوار التي تقوم بها الجمعية في الفترة الحالية والقادمة بإذن الله؟ احنا أولا احنا ممثلين نقابة المهندسين المصرية، عملنا بروتوكول زي ما قلنا في جلسة النهاردة مع الهيئة السعودية واتوافق على كل النقاط اللي فيه وأجيز فعلا، بس فاضل ان احنا نعمل الحفل الرسمي للتقرير، وده ان شاء الله ده الشهر الجاي، في اواخر الشهر الجاي تقريبا ان شاء الله يعني يحصل الموضوع. بالنسبه للفعاليات احنا شغالين على اكثر من مسار. الفعاليات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي العلميه، الثقافيه، الاجتماعيه، الرياضيه، ونضيف حاجات ثانيه في المستقبل، بس حجم العمل عمال يكبر والناس اللي موجوده يعني مجهودهم مش كافي، احنا عايزين نكبر. فاحنا عشان نوصل للمهندسين ابتدينا نشتغل على هو في المناطق الرئيسيه من خلال كل التعاون ده وخبرات الناس الموجوده، يعني المنطقه الشرقيه، المنطقه الغربيه، المدينه، القصيم، المنطقه الشماليه، دول هنبتدي نعمل فيه مجالس مؤقته، لان اقرينا المجالس دي في خلال اللائحه بتاعت الجمعيه والتنظيم بتاعها، واحنا قائمين على تنفيذ هذه التوصيات اللي كانت موجوده في جمعيه مصر. ان شاء الله انتظرونا الفتره اللي جايه في انتشار، والله يعين على اللي جاي. ما هي الكلمه التي تواجه وضع المهندسين في المملكه؟ الكلمه اللي اقولها للمهندسين المصريين، انا اعلم تماما مدى كفائتهم، لكن الانسان ما يقفش عند حدود ما تعدى.
الدنيا عمالة تتطور وتتغير، فأنت لازم تكون متابع لكل جديد، ولازم تطور نفسك من ناحية التطورات العلمية، من ناحية الخبرات المستفادة عن طريق اللقاءات اللي احنا بنعملها الجمعية. جمعيتنا الجميلة احنا بقالنا 10 سنين النهاردة عمالين شغالين على الموضوع ان احنا نتواصل مع المصريين. ما زال حجم التفاعل معانا مش بالحجم المرضي، لكن ان شاء الله لما هتتعاملوا معانا وهتشوف كمية الخدمات اللي احنا بنقدمها المجانية والمنخفضة التكاليف في سبيل ان احنا نوصل لكم المعلومة لغاية عندك، ان شاء الله هتبقى يعني هتساعدك انك تطور نفسك وتبقى فرصك للعمل اكبر في الفترة اللي جاية، لان الفترة اللي جاية هتلتقي احسن ما موجود من في السوق. فخلي انت ونفسك واحد من الناس دي، ما تستناش تقول يا ريتني، انت الوقت متاح عليك ولسه مخلص. انا اهو يعني تميت 60 سنة وما زلت بتعلم لغايه النهارده. انا دخلت الماجستير، الماجستير بعد 60 سنه هتقول لي ايه فايدته؟ فايدته ان انت العلم زي الشبابيك بتطل منها على العالم بتشوف، فكل ما كتر عدد الشبابيك دي مكانت الرؤيه واضحه. لكن انت هتطل من ثقب باب لن ترى منه شيء. الله المستعان. نهايه لقائنا متوجه للشكر للمهندس خالد عبد الفتاح أمين عام جمعية المهندسين المصريين الشقيقة المملكة العربية السعودية. شكرا لكم.